الصورة والصوت ممتازين، بارك الله فيكم جميعا، مرحبا بكم إخواني. اليوم هو يوم 386 من اعتقال وظلم شقيق عادل في جمهورية الشنغريحية التبونية التي الاستبدادية التي لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالشعب الجزائري للأسف الشديد. نأخذ بعض التعليقات في انتظار التحاق الإخوة بنا، وإن شاء الله إذا في شيء يتعلق بالصوت أو بالصورة نرجو منكم يا كرام أن تخبرونا إذا في شيء ما. بارك الله فيكم. خلينا نشوف بعض التعليقات وفي انتظار الالتحاق للإخوة بنا. الأخ مصطفى دحماني، وعليكم السلام، مساء الأنوار أخي لوفي، لكم كل الاحترام والتقدير أيضا. هذا اللي مسمي حبيبي دائما، الله يحفظك ويبارك فيك وشكرا على المرور. الأخ صالح إبراهيم يقول ميليشيات نزار لا يهمها الشعب ولا تؤمن بحق المواطنة، وضعت قبعة سوداء على تصرفاتها وتريد العودة إلى التسعينات، وضع البلاد تحت أسوار مغلقة، ولهذا الحديث عن الانتخابات يعتبر شيء من العبث. صدقت أخي الكريم، وإن كانت ما تسمى ميليشيات نزار، نزار أفضل إلى ما قدم، تبقى ميليشيات تاع الأجهزة وميليشيات العسكر وعصابة من الجنرالات الفاسدين والمفسدين في الأرض. نزهة، وعليكم السلام، تحياتي ليك ولكل الإخوة في مدينة أكادير الجميلة وعلى أهلها الكرام الطيبين الذين تشرفت بزيارتهم يوما ما، وإن شاء الله تسمح ظروفنا ونزور هذه المدينة وهذا الشعب المضياف في أكادير. هذا الخليل خالد يقول الصيد في المياه القذرة، ما أدري ماذا يقصد، لا أدري هل نحن الذين نصطاد في المياه القذرة أو نظام. وخلينا نشوفه، قال لك ما لقيت حتى عيب غير نسبة ضعيفة يحيى، مش عارف، ما عليش النسبة ضعيفة، أعتقد كل قيمة الديمقراطية أنه لما يكون هناك إقبال، هذا هو وش هو الانتخابات، تكون نسبة المشاركة مرتفعة. هو الشيء داير عرس وما جاك حتى واحد وتقول العيب فقط أنه ما جاونيش الضيوف، خلينا هذا. ثم يقول هذا أيضا خالد، والله ما هم راضيين عليك، يجي نهار ويطيشوك ما كان حتى بلاد تلمك. لا شوف يا خالد، يا خليل ولا وش اسمه، عندما يحدث ما تتوهمه، نهار هذاك إن شاء الله تكون، أتمنى تكون أنت رئيس جمهورية. هذا وش راح نقول، كون أنت رئيس ولا إذا جيت دقيت بابك، يعني والله شوف المستويات نتاع الشعب، الشعب نظام مش الشعب الجزائري، الشعب الجزائري حاشاه، هذا واحد الشعيب من شعشبونة اللي صنعها النظام وخلاهم يفكروا بهذا، ما تلمك حتى حاجة، كأنه نحن مشردين في الشوارع يا ابن الإيه، احنا ناس عندنا قدرنا الثقافي والإعلامي، إذا زرنا دول نلقى قيمتنا ونلقى احترامنا ولينا مكانتنا الإعلامية ومكانتنا السياسية ومكانتنا الاجتماعية أيضا، ما ناش مشردين في الشوارع. إذا كنت أنت كبران ولا جندي في كازرنا يضربوا فيك بالكف، هذا شيء آخر. المهم جبران يقول الله يوفقك أخي الكريم ويوفقك أنت أيضا. عمر سلام عليكم، الله يعافينا ويعافيك طبعا أخي الكريم، والحمد لله نحن في صحة وهذا فضل من الله تعالى والحمد لله رب العالمين. حسان يقول وحانت وقت انهيار الطغمة العسكرية، كن على يقين، والله لا مستقبل لأي ظالم فوق الأرض. لو تعودوا على هذه الجملة قلتها يوما على قناة الجزيرة أعتقد في 2007 أو شيء من هذا القبيل، عندها واحد 18 سنة أو شيء، لا مستقبل لأي ظالم على الأرض، هذه خذها قاعدة، أظلم كما تشاء كما تدين تدان. الآن تبون راه في عرس ولا أدري علاش يسموه، يعني والله صراحة العرس الانتخابي، يعني راح يتزوج بالشعب كما قال أحد الجزائريين، سموش عرس انتخابي، سموه مناسبة انتخابية، الشعب يقرر وشكون يحكمه، لا تسميه لي عرس لا طهور لا اختتان لا طلاق، ما كان حتى شيء. إذا بمفهوم العرس
راهو حوله لك الجزائريين الى معتم. المنطق هذا الاعوج. المهم اخونا اخونا المغربي يقول فك الله اسر عادل عبد الملك ان شاء الله بقدرتي قادة. الله يسترك اخي وان شاء الله يعود الى اهله وسالم غانم. ومهما طال الظلم كنا في السجون وقالوا لنا راح تقضوا ايام طويله في السجون وخرجنا والحمد لله رب العالمين. غارسيا قال واصل نضالك سيسقط الافلان الانكشاري كذا. المهم نحن نواصل نضالنا والاصطلاحات هذه لا مكان لها، لا افلان ولا انكشاري ولا غيره. محمد بارودي وعليكم السلام بارك الله فيك، تحياتي ليك الاخ الزين. الاخ المغربي قال حفظ الله الحرائر والحرائر في السجون معتقل الصفات المنافي، شكرا ليك وربي يحفظ الجميع. اخونا بوعلام قال هلا استاذنا الفاضل كذا بارك الله فيك. ساره شكرا على مرورك. السلام عليكم السلام ورحمه الله. ايضا عبادي حفظك الله انت ايضا اخي الكريم وكل الاخوه الكرام الذين يشاركوننا في هذا اللقاء. واذا كان نوصي اخواني اذا فيه اي خلل رجاء اخبروني. قلنا الاخ وعلي يقول الصوره ممتازه والصوت ممتاز بارك الله فيكم جميعا، ولكن اذا حدث اي اشكال انا غيرت، لانه كثير وصلتني رسائل من كثير من الاخوه يقولون بانه كاين مشكل في الصوره ومشكل في الصوت، راني غيرت الاجهزه ووضعت كاميرا جديده وكل شيء ونشوفوا اذا كانت الامور على ما يرام، وان كانت تحتاج إلى بعض التحسينات ربما بعد ذلك نقوم بهذا الأمر. شكرا لكم جميعا إخواني على حضوركم وبارك الله فيكم، ونرجو متابعة القناة والترويج إلى هذه الفيديوهات. وأيضا كثير يرسلوني يقولوا لي هل تسمح أن نأخذ بعض المقاطع من القناة. يا إخوان ليأخذ مقاطع فقط، ما داعي أنك تتلاعب فيها وتتفلسف فيها وتدخل عليها أشياء وتفسدها من محتواها. خذ مقطع وفق الفكرة اللي أنت تريدها، وأيضا إحالة الناس إلى المصدر كامل، وأنا لا أبلغ على أي كان يأخذ بعض المقاطع من هذه القناة. وربي لكل واحد راح إذا كان سبب رزقه بهذه الفيديوهات الله يرزقه أكثر وأكثر، وبارك الله فيكم جميعا. شكرا لكم أحبتي الكرام بارك الله فيكم، أطلت عليكم أيضا هذه الليلة، والله العظيم القلب موجوع ومفجوع على ما وصل إليه حال الجزائر، لأنه هذه الانتخابات الرئاسية راهي أسوأ مما يمكن تخيله في تاريخ الجزائر. راهي انتخابات عار بمعنى الكلمة، نعم عار أن بلد يحدث فيها مثل ما رأيناه. لذلك اعذروني والله القلب مفجوع وموجوع على ما وصل إليه حال هذه البلاد، الله المستعان. خلينا نأخذ بعض التعليقات فقط نختم بهذه الجلسة. والله الأخ تماسي أو الأخت تماسي مهزلة أمام العالم وين وصلت الجزائر. للأسف والله المستعان. الأخ توامي هؤلاء العسكر العجزة حولوا الجزائر إلى ثكنة عسكرية يحكموا عسكر عجزة أغبياء حاقدون بمنطق عسكري استعماري استبدادي، وما تبون إلا واجهة مدنية وكركوز عالق بيد العسكر يحركه كيف يشاء وما تشاء، يعني مجرد ترتور. الله المستعان، وهذه هي الحقيقة للأسف الشديد. محمد ياسين يقول تحيا الجزائر. نعم تحيا الجزائر، ولا يمكن أن تحيا الجزائر ويحكم هؤلاء الموتى الذين قتلوا كل جميل في الجزائر، قتلوا إرادة الجزائر، خلوا الجزائر يهرب من بلده. ما تكذب علي أنت يا محمد ياسين، سواء كنت موالي أو معارض للنظام، أو إذا كنت تعيش حقيقة في الجزائر، والله إذا قلت لي أنك لا تحلم بالهروب للضفة الأخرى فأنت تكذب. زكريا كان الله سبحانه فعون عقلاء الجزائر. والله خايف على عقلاء الجزائر أن يفقدوا عقولهم بسبب هذا العبث وهذا الوهم وهذا الكذب وهذا البهتان الذي راه ساري. عبد الرحيم الله يشفيك، شكرا لك أخي عبد الرحيم، ربي يحفظك وبارك الله فيه. ما سعيد قال عهد التبون
عهدت بنت مربوطة أخي سعيد تبون كانت محسومة 100%. رجل هم اللي عينوه، هم اللي قالوا له ترشح، وكان أرادوه لا يترشح هم قالوا له هز الباكاج تاعك وروح، والله العظيم يدوه للحبس. سيمو يقول الله مع أخواتنا في الجزائر تحياتي لك، شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك وربنا يحفظك. الأخت أم الزبير السنية، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أستاذ أنور شكرا لك أختي الكريمة وربي يحفظك ويبارك فيك، شكرا. الأخ محمد توامي أحييك أستاذ أنور على تنويرك الرأي العام وكشف الحق وإظهار الحق، حفظك الله والأسر الكريم من كل مكروه، أطلق الله صراح أخيك وشاف الله الوالد والوالدة وأطال عمرهما ودمت في عز واحترامك، بارك الله فيك أخي الكريم وربي إن شاء الله يفرج على الجميع والله يحفظكم. عبد المغربي، هذه الانتخابات عرت الجزائر وكشفت عورتها وحان الوقت للزوال أن يقرر مصيره، كيف من الاستحمار واستبغال الاستبطار ولا قلة الاستنفار. شكرا لك الأخت أم الزبير، الشعب محبط حقيقة أختي الكريمة، وانت راكي في الجزائر وراك تعرفي من الذي يحدث. كريم قمر يفوز بفوز تبنو عدد سوف يحول الجزائر من سجن كبير إلى مستشفى أمراض عقلية، الله المستعان، الله شكرا كريم. عدي الله يحفظكم أخي الكريم وشكرا لك. خلينا نشوفه صحيت صح. لازم يجي نهار ويستيقظ الشعب، ويكفي أنه الشعب الآن راهو استيقظ وقاطع الانتخابات، لكن والله مقاطعة الانتخابات بهذه الطريقة لا تكفي، يجب العمل على إنقاذ الجزائر. والله يا جزائري ستندمون عندما تستيقظ وتلقى نفسك بلا وطن وأنت موجود في بطن هذا الوطن وأنت ما بلا وطن. إذا بقيت هذه العصابة وبقي هذا الرئيس الذي هو مجرد طرطور لا يستطيع أن يرفع نفسه رأسه أمام كبرانات في المخابرات، والله العظيم سترون العجب العجاب. بالعيد قال رائع متعلق كالعادة، الله يحفظ الجميع، شكرا لك أخي الكريم ربنا يحفظك. الأخ هذا صاحب المحرف هذا يقول حبيت نفهم حاجة، نتائج الانتخابات المعلنة هي 94.65 زي 3.5 هي 99.8 يعني خص 0.2 وين راحت؟ أي راحت مع تبون تحتفل معه، هذه 0.02 ماشي 0.2 أخي الكريم، 0.02 هذه راهم إذا كان حسبوها عم تكلم راي مهزلة، راي واحد الأرقام لا تراها راهي لا تراها إلا عند في جمهورية تبون. خلينا نشوف، شكرا لك أخي الكريم ماينة عمي أنوار زيدهم الله المستعان أخي ناصر. ربنا يحيي. خلينا هذا معه، كاين واحد حسابات نتاع الذباب، واحد يقول لك راك تكذب، ماني خسر والو، أنا يجي واحد يقول لي راك تكذب على الجزائر، لا أنا عايش في باريس، أموري تمام التمام، عملي مستمر، بيتي بكل إمكانياتي عايش والحمد لله 5 نجوم، لا أولادي عايشين في الجزائر ولا شيء، قلبي فقط على أبناء الجزائر، أما على شخصي وعلى أسرتي والله راني تمام التمام. ضرب عليك أنت، لكن أنا أدرك أنني أنظر بعيد، لن يهنأ بال حتى راني عايش 5 نجوم والشعب الجزائري راهو عايش ما تحت الصفر من النجوم، الله المستعان. على كل حال بارك الله فيكم إخواني الكرام، حتى ما نطولوا كثير، قالت الجزائر محفوظة من عند الله، لا ربي إن شاء الله كلش بيد الله، لكن ربي يا أخ ياسين ربي دار قوانين، ما تجيش تقول لي ترقد ما تخدمش وتقول لي الجزائر تقدم، ما يكونش عندك مشروع وتقول لي الجزائر تفرض نفسها ربي راح يكون معاها، لا ربي سبحانه خلق الكون ودار فيه نواميس تخدم تلقى، تفكر في المستقبل دير تحفر بير تطلع ماء، ما يجيكش تصب المطر تخليها تحط لها سدود تنتفع تخليها تضيع، ربي سبحانه خلق الكون ودار له نواميس، من يتمسك بها يمشي واللي ما يتمسكش منها يروح في الهاوية. قال لي لا ترد على الذباب استاذ، ما شرد عليه فقط باش نبين لكم مستوى الكازرنات فقط، لانه هذا مره ذباب تاع كازرنات فقط قاعد في كازرنه يستنى الجهة الشهرية، عايش في الذل، الصباح يروح يدير روسامبلوم ويضربه بالكف ثم يجي لنا يسب أنور مالك وكذا وكذا.
بارك الله فيك أخي الكريم. سيمو قال لك والله نحبك في الله أخي أنور، تحياتي لك من العيون في الصحراء المغربية. شكرا لك أخي، وشكرا لكل أهل العيون. وحقيقة أنا زرت هذه المدينة ودرت واحد الربورتاج، والله مدينة رائعة متطورة، بنى تحتية تاريخية، استقرار، أمن، شعب محب إلى بلده، محب إلى وطنه، محب إلى ملكه. قال لي ملك بتاعي هو محمد السادس، ما عندي ما دخلني، أنا نقلت ما رأيت. ربي يحفظكم جميعا، وشكرا لكم أيها الكرام، وإن شاء الله نلقاكم في موعد آخر. بارك الله فيكم على المتابعة، ونرجو والرجاء لله وحده نشر هذا الفيديو والاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس ليجيكم كل جديد، وهذا كله من أجل الحفاظ على هذه القناة التي تعرض إلى تبليغات كبيرة كبيرة جدا، والهدف من أجل ذلك هو غلق هذه المنبر، لأنه شايف النظام ما يحب وجود حتى منبر، لكن جايينكم بواحد المنابر لا تخطر على بالكم قريبا جدا، وسنعلنها في حينه. وشكرا لكم جميعا.